حلو حلو هذا هو. لا 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 بالله عليك لا اسمع لا تهبل. حلو تعال اقتلك. لازم اني افايت لازم اني افايت لازم اني افايت. انا ما انا اي شباب طول طول الزف تبعك يا زلمه بدي اعرف. ولا لا تحشروني بهيك مكان. دقيقه اطلعوا لي فوق اطلعوا لي فوق تعالوا تعالوا اطلعوا لي فوق. انتوا انا عارف اتفاهم معك وهيك غيرك ما بعرف اتفاهم معك. خذ انت اوكي تعال واحد 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 شباب واحد 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 اوكي. لا 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 اصبر صديق اصبر ولا وخلونا حاليا نرجع للجلطة بيروكسايد يا جماعة. أهلا وسهلا فيكم الحلقة الثانية من سلسلة الكوينشي. اللي ما شاف الحلقة الأولى يروح يتفضل يشوفها لأنه كمان معتمد على الشغلات اللي ورا اللي قبل يعني. الله بنندعس اليوم بنجيب شريفت. كيف جبنا الشيكاي بعدين البنكاي؟ احنا هون نفس الإشي يا جماعة الخير. احنا ما معنا إشي بس رح نجيب إشي اسمه شريفت وبعديها كمان تحول ثاني بنحكي عنه إن شاء الله بحلقات بعدين إذا وصلنا أصلاً. ويل قلبي شو حصير فينا. صلى سيد محمد افضل صوت سيرفر على يوتيوب. لايك هذا الفيديو تعالوا نورنا بسيرفرنا على الديسكورد يا جماعة الخير. تلاقوا الرابط موجود بالوصف اكبس على الرابط فوت عنا. اهلا وسهلا فيك نحكي معك اتعرف على الوجوه الحلوة هاي. حكينا بالفيديو الماضي مشان نجيب شريفت اللي هو التحول لازم يكون توصل ليفل 15 بس انا نصحتكم توصلوا ليفل ما بين 25 و30. ليش؟ لانه غاد راح يطلب لنا نقتل ايش؟ نقتل لاعب. وانك تقتل لاعب ترى الموضوع لازم يكون عندك ليفل كويس استات كويس عشان تقدر انت تصمد قدام اللاعب هذا. وهذا راح نسويه بهذا الفيديو. طبعا هذا طلعوا الهولو صار ابن الكلب. اي ابن الكلب لسه بحكي انا. خليك زلمه ولا لا تغدر لا تغدر هيك ولا فاهم؟ خذ هاي اضوي زي هيك بعدين وريدا ما ماتش والله والله ما مات من زحكت السيف فكرت بموت. حتى بيضة ما اعطاني البيضة يا جماعة بعطينا شغلات هي انه هون بيوض هاي مش عارف افتح البيضة مش عارف البيضة يفقس معي لازم اكون جاجي يمكن عشان يفقس اشوف مش راضي يتحرك البيضة ايش سوي بالبيضة مش راضي يعمل اشي. المهم البيضة شو بيسوي بعطينا هون اكسسوريز هون اوشحة تلبسها وشغلات وزي هيك بتزيد عندك السبيريت بتزيد عندك الاجيليتي مثلا سترينث الشغلات هاي بتزيد عندك. وانه كمان بيكون اكسسوريز الك شو شاح زي هيك الايرز الاذن هذي اللي شايفين الاذن هاي اللي هون اللي هي تبعون الف ايرز اسمهم بتاخذها وتزيد اكسسوريز شغلات. المهم 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 نيجي هيك نكبس على هاي اللي هو تنقلنا على العالم الثاني نعمل زي هيك ننتقل للعالم انتقلنا امورنا تمام. طبعا هذا الاشي بيكون معاكم لانكم انتم اساسا كوينشي فنحن شيت شو الحركه اللي والله حركه جباره ايش في غاد خلينا نشوف ايش التحولات هاي اخوان. نفسي اوصل للمرحله واقدر اخذ العشرة ين هذول اخوي. شكرا شكرا سلام عليكم. بنفوت على القلعه تمام. طبعا انت ما لك اي علاقه بالناس اللي هون نهائيا حاول ما تتحرش بحدا بلاش هم يتحرشوا فيك تمام عشان مصلحتك انا بحكي. اذا انت حاب تتحرش بحدا توكل على الله اخوي وتحرش وسوي اللي بدك اياه وشوف شو راح يصير فيك انت حر. نطلع على وجهنا على القلعه فوق فوق راح نلاقي واحد راح نحكي معاه. دقيقه اشوفه هذا هو قاعد هون على طبعا انت قاعد مرتاح واحنا جايين نشتغل عندك هون نحكي مع احا صديق انت شو دخل ابوك انت انا حكيت مع ابوك انت اشي نحكي مع زي هيك يقولنا I'm looking for برومو شو هاي بروموشن يور ماجستي اني انا بدي اتطور زي هيك برانشر فورتي جو تو سي جنرال فور يو انت اوكي اوكي تمام تمام بيقول لك روح شوف حالك وانزل تحت بالاول مشان نجيب المايستر تبعك والشغلات هاي. في اشي تحت لازم نشتريه نحن اللي هو تعال وراي هيك مش عارف اشرح كويس فتعال انت وراي بتعرف في تحت متجر بنشتري منه اشي طلب منا نشتريه سعره 150 ين يمكن. طبعا احنا معنا 1070 دبر امورك انت ووصل ليفل كويس وزبط حالك وجيبك 150 ين نشتري هذا الاشي شايفينه هذا اللي طلبه فوق باونتي مدي ابصر شو نشتري معنا مش مشكلة الاسامي احنا ملوك الاسامي نشتريه ونضل رايحين عليه. وينه اجل ايتم اجل اي مش شايف ايتم هي الايتم موجود معنا رقم 4 هو موجود معنا. خل نروح معه نحكي معه مرة ثانية وصلنا له نكبس رقم 4 نمسكها بايدينا زي هيك نحكي معه نقول له اخوي تفضل معلم do not disappointed go to see general حبيب انا جبت شو مالك صديق انا هيها ايش يعني اكبس عليها مثلا you can't hunt with noob protection ايوه انا علي noob protection طلع. طب كيف بقدر افك noob protection يا شباب ازاي 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 وين noob protection هاي موجوده هيها نو بروتكشن اند حبيبي ديسيبل ايوه ديسيبل الله يرضى لي عليك شو نو بروتكشن انتوا على فكره بتقللوا من قيمتي ما بتعرفوني انتوا على فكره انا ملك هون. تحمست ايش هون تحمست
There are no points right now. Try again later. يا حبيبي ده قد أستنى عبين ما يكون في later. الفكرة إنه بده يعطينا مكان واحد أو مش يعطينا يعطينا مسافة. بعطيك 900 مثلاً 900 متر بينك وبين شخص لاعب إنك تروح تقتله. بس حالياً مش راضي يعطيني إشي. مش عارف شو القصة. ليش هيك؟ ليش بتعمل معي؟ معاملة مرت الأب ليش؟ أخوي. والله المفروض إنه أنت تكون يعني معي. أنا قاعد بصور مش راح أرجع لك بعدين. أنا من علي قاعد لك هون لبكرة الصبح. بعد بحث وعناء وطويل وروحة ورجع وجاية المهم جبتكم الحل يا جماعة على هاي المشكلة لأن أنا مسافة خطاها كنت وعليك بس أزعجت أبونا أنت رح نيجي على الشوب نحكي مع هذا البني آدم اللي قاعد فوق شايفينه نضغط عليه حرف الـ E نحكي معه أقول له sure I gonna do دي أروح على Envision sure I will go on an Envision تمام نروح على Envision نعمل على Envision يكون سهل هذا عبارة عن سرقة إيش تسرق شغلة وتيجي تمام ستيل اوبجكت شايف انك تسرق شغله اور كيلينج سبري انك تقتل ناس رح نشوف ستيل اوبجكت نحن اي ام كارتن شوفوا رح نحاول نسرق اشي ايتم ونروح نسوي المهمه ونرجع نحكي معه مره ثانيه ممكن نفشل وممكن ننجح اذا فشلنا مثلا بعد ما نعمل المهمه ونحكي معاه نحن رح يقول لك مرات انه ممكن تفشل انت يقول لك انت ما اخذت الشرف بدك تعيد من الاول وجديد مره ثانيه نعمل كمان مهمه ونروح له فحسب نعملها ثلاث اربع مرات المهمه هاي يمكن حسب طيب بس في حراس بكل مكان وانا بصراحة يعني ما بعرف كيف بدي اوصل لجوا بدون ما انه حدا يشوفني واسرق الموضوع الحجر اللي جوا اسرق الايتم اللي جوا واهرب في عنا حراس هون خلينا نطول سلاح في حراس هون ما في حراس حلو حلو شت بلشت ولعت صديق داش بالله عليك يا رب ما يهجم علي هذا كمان بليز مان خليك مكانك اوكي حلو شكله لاعب هذا اساسا وين الحجر هذا اللي هون حلو هذا هو لا بالله عليك لا اسمع لا تهبل حلو تعال اقتلك لازم اني افايت انا اي شباب طول الزفت تبعك يا زلمه بدي اعرف ولك لا تحشروني بهيك مكان دقيقة طلعوا لي فوق تعالوا لي فوق انتو انا عارف اتفاهم معاكو هيك غيرك ما بعرف اتفاهم معاكو خد انت اوكي تعال واحد شباب واحد اوكي لا اصبر ولا اوكي لحد هسه الامور تمام اوكي الامور تمام لحد هسه احنا جايين نسرق يا جماعة بس لا يا زلمة ابعد عني زم بالله عليك ابعد عني دقيقة شباب اصبروا شوي ما اموت امانة والله بموت ما بقدر لحالي انا هيك شباب والله العظيم ما بقدر اصبر دمهم جدا عالي تمام فوت جوا هيل شيت مان لا تعملش فيني مان شباب كل اللي سويته كبست على هاي زي هيك وكبستها طبيعي ونقلني لحاله انسوا موضوع الانفيجن كامل طب اكبس عليها كمان مرة زي هيك بدلني وينه ولا ما بدي ولا شو سوي انا هسه طيب انا مش فاهم انا شو اعمل اقتل اي حدا يعني خلاص اي حدا يطلع بوجه اقتله ولا كيف المفروض يعطيني علامة او يعطيني اشي اني انا اروح اجي عليه المفروض يعطيني انه كم متر بعيد عني اللي بدي اقتله مش عارف انا بصراحة اشوف بقدر اقتل هذا صديق بقدر اقتل بليز قتلت واحد من اعضاء قتلت واحد ملوش علاقه انا اسف والله اسف هيو هسه طلع 750 استاد اواي فروم مي التارجت الهدف تبعي قتلنا واحد بالغلط من جماعتنا طلع ايش صار فينا تبهدلنا طب اخوي خلص والله فهمت ايش لازم اسوي لك انا ريستارت يعني خلص رجعني يزول لازم رجعني فجاه اطلع من الجيم كله وارجع ادخل حاول مره ثانيه يا رب تزبط ما فيش باونتي مش راضي ينقلني يا جماعه مش راضي ينقلني نهائيا خلنا اطلع من السيرفر وارجع ادخل مره ثانيه واشوف الشغله اسويها قبل ما يزبط ان شاء الله يا رب ينقلني يا الله طب كيف هيك اذا كيف نقلني اول مره مش فاهم انا خلصت فلوسي وانا قاعد رايح جاي مش راضي يعطيني حدا طب كمان مره اخوي بالله عليك صديق الله انا اخر مره بقتل واحد منكم انتوا بفو عليكم على حيوانات كلاب نور والله العظيم ما انا عارف يا زلمه اقسم بالله كيف قتلته زي الغبي زي الجحش قتلت واحد ملوش علاقه بالكوكب شفته مرمي على الارض على طول بيع اذبح على طول يا زلمه استعجلت اقسم بالله انا اطلع فوق اشوف
يا رب انه يعطينا يحكي معنا يعبرنا يا اخوي. بالله عليك اعطينا هذا اخوي صديق، اعتبرني اخوك الصغير اخوي. الله منظرك انسى انت. اخيرا نقلني، اخيرا نقلني، الله يستر يا رب اني اطلع لي من مره واحده. والله بكون حظ اسطوري، بس انا عارف حظي، انا انسان بعرف شو هو حظي، مستحيل اطلع لي المره الاولى ابدا. الله يستر مين اللاعب اللي بدنا نخبزه. اذا شو في، ايش في انتوا، شو مالكم علي انتوا، شو بدكم يعني بالعمدا يعني بتضربون، شو بدكم، ايش مين هذول يا زلمه. اسمع ما صدقت على الله، متى نقلني انت وياه، حل عني انت وياه، شوف قديش بيني وبينه. يو ار ان كومباك يا حبيبي، مش راضي يطلع لي مين هو اللي. لازم ابعد 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 من هون، ابعد من هون، ابعد من هون اخوي. انا ما انكم فيكم، انتوا كيف تضربوني انتوا كيف، ليش يا زلمه، ليش ليش تضربني، ليش ليش، مش فاهم ليش. اخ مش راضي ينقلني، مش راضي ينقلني والله. زيقت صار لي ساعه ونص بصور يا زلمه، كل ما اروح بهجم علي امه الله، كل امه يعني مش طبيعي، كل امه بتهجم علي. ليش، طب ليش بهجم علي، بيعتبروني عدو مش عارف ليش انا. المهم يا اخوان والله يعني مش عارف، مش راضي، مش راضيين يعطوني ولا ينقلوني. طلع بضل يطلع لي there's no bounties right here right now try again later، بقول لك ما في هسه باونتي هون، جرب بعدين، جرب بعدين. اذا مش اجرب بعدين، شو انا فضيلك، انا فضيلك، اضل 7 ساعات عشان اشتريت. بس والله لازم نجيبه يا جماعه، لازم ضروري جدا ان نجيبه مشان نتطور نصير بالاسطوريين. يعني اساسا وقفوا الليفل عندي هون، انا ما بقدرش ازيد ليفلات او اني اطور من حالي اكثر، ما بقدر الا لما اجيبه واظبط الامور يعني على الاخر، او اني بروح احسن يعني. ما مش عارف، انا مش عارف شو اسوي، هذول ما بيزيدوا نهائيا هسه الستات. ماشي اني بقدر ازيد بس الليفل هذا، اوصل لل 51، وما راح استفيد بصراحه لانه هذول ما بيتطوروا. هي الفكره انه اذا انتقلت وقتلت اللي حكى لك عليه، اللي حدد لك موقعه او مكانه، تمام، قتلت هذا اللاعب وفنشته، ترجع تحكي معه بس فوق عند القلعه، تحكي معه وبصيروا يحكي معه، يقول لك اذا انت نجحت ولا فشلت. اذا نجحت ما بيحكي معك ولا كلمه، بيعطيك انه مربع زي هيك فاضي او انه في نقاط، انت هيك يعني 100% امورك تمام. اذا فشلت راح يعطيك مسج انه انت فشلت، ارجع عيد من اول، راح تضغط كمان مره زي هيك وتدور على لاعب تقتله والامور طيبه، وترجع تحولك مرتين ثلاث مرات اربع مرات لما تزبط معك. بس المشكله انا حتى هسه ما جربت مره واحده ما جربت لحد هسه. ليش ما بعرف، لانه مش راضيين يقولوني. يعني هالمقطع لهون يا اخوان، لانه والله مليت، مش راضيين يقولوني. بروح ارتاح شوي بماب ثاني، اروق راسي، مش عارف اسوي ايش على ما الله يفرجها. لازم اليوم ما بعرفش متى اجيبه، انا ما بعرف، انا بس مليت، ما جد مل، شيء ممل بصراحه، شيء ممل يعني. تقعد تستنى. طلع نو باونتي، لما بده يكون في باونتي يا حبيب امك انت، لمتى يكون في باونتي يا حبيب امك انت، بعدين يعني مش فاهم. بشوف لي حل بعدين، بحاول اجيبه وانزل كمل السلسله معك يا جماعه اللي تبعت الكوينشي. فان شاء الله اشوفكم في الثانيه، وانا مقطع لهون. السلام عليكم.